سبحان الله سبحان الله นี่ครับไม่เชื่อว่าคนเข้าไปอยู่ข้างในได้นะครับนี่ครับอยู่ได้2คนนะครับอยู่ได้2คนนี่นะครับซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์สุดยอดإذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام. إذن الشباب الذين يقفون أمامنا الآن يتسلحون بلباس من البلاستيك القوي جدا كما نشاهد. هذا البلاستيك سوف يكون درعا لهم في معركتهم مع هذه الدبابير الأسيوية السامة القاتلة الغاضبة، حيث سوف يغيرون مع بعض على هذه الخلية. لو تلاحظون هذه، أولا وقبل كل شيء لاحظوا هذه الطبيعة الخضراء، ما شاء الله مثل الجنة. وهي الدبابير تلوح أمامنا الآن وهي تدخل وتخرج إلى داخل الخلية. انظروا انظروا ما شاء الله، انظروا الجبال، الغيوم، السماء الزرقاء، ما شاء الله. ها هي فتحة الخلية، وهذه الأرض الحمراء التي نشاهدها أمامنا الآن هذه الأتربة التي حفرتها هذه الدبابير ورمتها خارجا. الآن كما نشاهد يقومان بغلق المدخل الرئيسي للدبابير حتى لا تهجم عليهم ولا تعرقل عملهم أو مهمتهم. كما نلاحظ البدلات مزودة بفتحات تهوية في الجوانب وبزجاج أو بلاستيك شفاف من الأمام حتى يتمكن النحال من الرؤية بوضوح. شاهدوا حجم الدبابير وضخامتها، يعني خطيرة جدا ومرعبة. أوكي، بعدما قاموا بإغلاق المدخل الآن يحفرون في زوايا أو على محيط أو حواف الخلية التي هي الآن هي راهي بداخل الأرض أو تحت التربة. الدبابير الآن لو تلاحظون بدأت تعود من المرعى، وجدت أن المدخل مغلق، فكما نشاهد بدأت تصبح غاضبة ومنرفزة. لاحظوا استراحة محارب كما نشاهد، لأن عملية الحفر أكيد منهكة ومتعبة. لاحظوا لاحظوا الآن الدبابير بدأت تتجمع على رأس النحال، بدأت تحاول أن تلسعه، خاصة صاحب البدلة الخضراء لو تلاحظون إنه يتعرض لوابل من الهجمات كما نشاهد. لكن رغم ذلك عملية الحفر متواصلة. لاحظوا الآن ربما لسعته صاحب البدلة الخضراء، ربما لسعته في جنبه كما نشاهد. لاحظوا لقد انسحب. نعم نعم فعلا، يا لطيف، الله يكون في عونه الراجل المسكين. الدبابير هذه الأسيوية سامة وقاتلة، تتسبب سنويا في العديد من الوفيات في اليابان وفي الصين وفي تايلاند، المهم في العديد من الدول. معليش العملية متواصلة. لاحظوا صاحب البدلة الخضراء أعتقد أنه انسحب، والمصور جاء في مكانه. شوف 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 المنظر، يعني اللون الأزرق مع اللون الأخضر مع الدبابير الهائجة الغاضبة الحانقة، يعني ما شاء الله جميل، والله جميل جدا. طبعا هذه الدبابير الآسيوية زيادة على أنها سامة وخطيرة فهي تهجم على خلايا النحل وتقتلها، يعني هذه الدبابير من بين أعداء النحل، لذلك فهؤلاء النحالون يقومون بالقضاء على هذه الدبابير وأكل يرقاتها وحماية نحلهم أو خلايا نحلهم. كأنهم رجال من الفضاء، والله بدلات تشبه تلك التي نشاهدها في أفلام الكرتون والمسلسلات مسلسلات الخيال العلمي. لاحظوا الآن
ها قد لاحت أمامنا معالم الخلية المدفونة تحت الأرض. طبعا الدبابير تحضر بعض المواد من لحاء الشجر ومن الأغصان اليابسة، تقضمها بفكها من تلك الأشجار، ثم تمزجها ببعض الإفرازات من في فمها، ثم تقوم بتحويلها إلى مادة صالحة للبناء، فتبني بها هذا الشهد بين قوسين الذي نشاهده أمامنا الآن. لاحظوا، بدأت الدبابير تكثر شيئا فشيئا، وهذا طبيعي لأنها تعرضت للاستفزاز، وهناك من يحوم حول الحمى ويحاول أن يقترب منها. لكن رغم ذلك، رغم تسلح هذا النحال بالبدلة الواقية وبهذه المدية أو الخنجر الذي في يمينه، إلا أن الدبابير لن تخاف أبدا، وسوف تذود عن عرينها بالنفيس وبالغالي وبكل ما تملك. سبحان الله، لاحظوا كيف ألوانها الصفراء والسوداء وصوت طنين أجنحتها، كل ذلك يوحي بما يعتريها من غضب ومن شعورها بالاستياء من النحالين. طبعا وأنا معها في هذه النقطة. هذه البدلات على الرغم أنها فيها فلاتر هواء في الجوانب، إلا أن عملية التنفس بداخلها صعبة، صعبة جدا، لأنه مهما كان الأكسجين الذي يتدفق داخل البدلة هو قليل مقارنة بالحالة العادية، يعني عندما لا يكون الإنسان يضع قناع على رأسه. عمق الحفرة الآن الظاهر أنه حوالي متر أو يعني هكذا، قد يكون أكثر بقليل أو أقل بقليل، لكنه حوالي متر. شوفوا، لاحظوا كيف يعبث الآن بالشهد أو بين قوسين، أو ببناء الخلية. والله صدقوني، لو النحالون من غير بدلة فستكون هذه آخر ليلة لهم فوق الكرة الأرضية، سيموتون مباشرة جراء اللسع وسمية هذه الدبابير. وأعتقد أنها أكبر دبابير على وجه الأرض. سبحان الله، لاحظوا كيف بدأت معالم الخلية تلوح شيئا فشيئا، ذلك أن عملية الحفر تتم تدريجيا، يعني شيئا فشيئا. لكن صراحة والله مهمة خطيرة جدا، ومعركة من نوع آخر، أنا سميتها معركة لأنها يعني فيها نوع من الكفاح ومن الحرص والحذر والحيطة والتخطيط أيضا، لأنه لو تلاحظون النحالون قاموا بخطة محكمة، حيث في البداية أغلقوا المنفذ الرئيسي للخلية، ثم حفروا على الجوانب هكذا حتى أظهروا الخلية أمام أعينهم، ثم استخدموا هذا السكين وبدأوا يقطعون الخلية شيئا فشيئا. لاحظوا، طبعا أعتقد أن هذا الرجل الذي يظهر أمامنا هو الذي بذل أكبر مجهود، والله أعلم، المجهود العضلي أقصد. سبحان الله، لاحظوا كيف والله يعني يعجز اللسان عن التعبير، لأنه عندما تتأمل في عالم هذه الحشرات وهذه المخلوقات الصغيرة، وتشعر أو تتأمل في النظام التي تعيش به والتسلسل الذي يحظى به مجتمعها، فإنك تستغرب ولا يبقى أمامك إلا أنك تقول سبحان الله، سبحان الذي أوحى لها وعلمها، وكيف تدافع عن نفسها، كيف تبني عشها، كيف تربي صغارها. سبحان الله، كل هذا وحي وصنع قدير. الآن أوكي لاحظوا، الآن بدأ يستخرج الأقراص قرصاً تلو الآخر. هذه القباب البيضاء التي نشاهدها، هذه هي اليرقات التي سوف يأكلونها، وهم يجدون فيها لذة يعني عجيبة. طبعا احنا لا نأكل مثل هذه الأمور التي تعافها النفس، الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام. شوفوا الآن أخرج ربما طبقتين أو ثلاثة، يعني حجمهما ممكن صغير نوعا ما، لكن الطبقة التي ما زالت بين رجليه هذه البنية، أعتقد أنها هي الركيزة الأساسية لكل هذا البناء.
والله يعني شيء، أنا بالنسبة لي كان حال والله شيء مشوق ورائع جدا. لاحظوا الآن، لاحظوا، ها قد استخرج قطعة أخرى يعني صغيرة نوعا ما. تخيلوا لو أن نحلة، لو أن دبورا من هذه الدبابير يتسلل عبر ثقب في البدلة فسوف يطيح بالنحال مباشرة. لاحظوا الآن، انظروا، بدأ يستخرج الجزء الأكبر أعتقد من البناء كله. لاحظوا وضعية جلوسه تدل على أنها ثقيلة وكبيرة. شو شو، ما شاء الله، يا سبحان الله، انظروا يا إلهي، سبحان الله العظيم. لاحظوا لاحظوا، ما أكبر هذا البناء وما أشد تنظيمه. انظروا، عيون سداسية بعضها جنب بعض أو بعضها لزق بعض، مليئة باليرقات وأكيد بالبيض وبالديدان. سبحان الله، لاحظوا لاحظوا، جميل جدا أيضا، والله جميل جدا. طبعا لو تلاحظون هذه الحشرات حفرت حفرة كبيرة وضخمة داخل الأرض. انظروا هذا التجويف الذي عملته داخل الأرض. فسبحان الله، لو تلاحظون هذه البيضاء، هذه اليرقات، انظر إنها تتحرك نوعا ما، ما زالت حية. انظر انظر إلى حجم الحفرة، سبحان الله، لقد دخل النحال كله داخل هذه الحفرة. يا سبحان الله، بالله عليكم، هل هناك من يعتقد أو يؤمن يقينا أن هذه الحشرات الصغيرة الضعيفة حفرت هذا الملجأ أو هذا الكوخ أسفل الأرض؟ سبحان من له الدوام. إذا لاحظوا، لقد أخذوا الغنيمة، طبعا سوف ينظفون اليرقات على جانب وسوف يأكلونها طبعا لاحقا. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا العدد كما استمتعت به أنا. أرجو أن أكون قد وفقت في التعليق عليه. جزاكم الله خير أصدقائي الكرام، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحيات أخوكم أمين ولد سعيد من الجزائر. سلام.